ايه رايك يا كابتن وائل نبدا الاول بمباراه الاهلي والاسماعيلي وبعد كده نتكلم على مباراه الزمالك والسموحه بحسب ترتيب مباريات اليوم؟ مش تبدا مع حسن طب ده انت الكبير يا كابتن مش تبدا طب مع حسن انا فاهمك انا هحكي انا فكرت هو من اولها بتسخنني انا بالعكس لما انا فكرت في لحظه ابدا بالكابتن حسن بس قلت ما سخنكش لا انا عايز امنك بس الاول كابتن حسن كده كده طيب وزي حالاتي انا قلت امنك انت الاول طيب ما انا عارف انك طيب طيب مباراه الاهلي والاسماعيلي النهارده شفتها ازاي؟ مباراة ممتعة جدا كان فيها جزء بدني كبير جدا كان فيها فنيات عالية جدا حسينا انها مش بداية موسم تحس ان الفريقين داخلين فورمة بشكل كبير الاسماعيلي شكله اتغير الاهلي طبعا لعب ماتشين انت عارف افريقيا قبل الدوري وكان الافضليه شويه للنادي الاهلي وبانت بدنيا كمان في الاخر ايه بانت بدنيا في الاخر ان الاهلي كان جاهز بدنيا عن الاسماعيلي اكيد اخر 20 دقيقه تقريبا كان الفرقه وقعت قوي بدنيا اكيد فما انا لسه بقول لك هو كمان الافضليه كانت للنادي الاهلي صحيح لكن ده ما يمنعش ان الاسماعيلي شكله اتغير عن السنه اللي فاتت مظبوط يعني الاسماعيلي انت عارف كان في كابو قبل كده وبعدين جه كابتن حمزه الجمل الدنيا اتظبطت معاه شويه وكانت الامور قبل ما يجي كانت واقعه وهو قدر ان هو يستمر في الدوري الممتاز لان احنا كنا السنه اللي فاتت كل الناس كانت زعلانه على نادي الاسماعيلي بالشكل اللي هو ظهر بيه لكن لما جه الكابتن حمزه الجمل الدنيا اتظبطت لا انت السنه دي من اول موسم تحس ان الاسماعيلي برضه ليه شكل مختلف مع جريده اعتقد ان الاسماعيلي جاي النادي الاهلي افضل من السنه اللي فاتت بكتير يعني كولر شكله يعني مدير فني محترم بصراحه يعني النادي الاهلي بيلعب كره سريعه جدا شغال بتكتيك كويس جدا البريس بتاعه باين اللياقه البدنيه باينه عارف الناس بتتحرك ازاي النادي الاهلي ضيع برضه فرص النهارده مش قليل صح وان كان حتى كسب بخطا من دفاع نادي الاسماعيلي لكن النادي الاهلي ادى مباراه جيده جدا وبرده في نفس الوقت الاسماعيلي على قد ما شفناه السنه اللي فاتت والشكل متغير يعتبر برده ادى مباراه جيده جدا عظيم النهارده يا كابتن حسن الاهلي النهارده يمكن الشوط الاول كان الى حد ما متكافئ يعني الاهلي والاسماعيلي كان بيمشوا الكوره الاثنين ما عندهمش خطوره كبيره قوي على المرمى باستثناء الاهلي فرصه او اثنين لكن الشوط الثاني الاهلي فرق عن الاسماعيلي بشكل واضح هو بالظبط زي ما انت قلت حضرتك كده النادي الاهلي الشوط الاولاني كان يعيبه الميز باص كان معظم الكور كانت مقطوعه من بدء الهجمه كان برده مش حلو برده كان النادي الاسماعيلي بيضغط من قدام كويس قوي دايما بقول ان اي فريق بيلعب الاهلي او الزمالك بيبقى اللاعب بيدي 1000% يعني عارف انت لو انت بتلعب 100% لا بيدي 1000 بيضغط جامد بيجري كتير فهو دوت لعيبه الاسماعيلي النهارده كان عندها طموح ان هي تعمل حاجه كويسه قدام النادي الاهلي صح. النادي الاهلي في الشوط الاولاني كان بيعمل ميز باص بس كان الميزه بتاعه النادي الاهلي بيرجع الكره بسرعه بيقدر يستحوذ في الملعب الشوط الثاني الدنيا اتغيرت معاه لما النادي الاهلي عشان لعب ماتشين فهو كان متفوق على النادي الاسماعيلي برضو كانوا بيلعبوا كره كويس بدء الهجمه كانوا الشوط الثاني اتحسنوا قوي الميز باص قل شويه التغييرات كانت هي نقطة التحول للنادي الأهلي فكل المجمل للماتش كله يعني إن النادي الأهلي كان مسيطر بكل حاجة والمدرب اللي الواحد مبسوط منه إن كان النادي الأهلي شخصيته واضحة من أول دقيقة لآخر دقيقة فكان الواحد مبسوط إن شخصية النادي الأهلي رجعت تاني للسنين اللي فاتت صح. وهو دوت اللي المفروض أي نادي النادي الاهلي ونادي الزمالك لازم الفتره اللي جايه يبان شخصيته شخصيه المدرب وشخصيه النادي اللي هو مفروض يبان عليها النادي الاهلي ونادي الزمالك طيب.